الحل بمصلحة النادي. اليوم هذا النادي النادي أسير، والأسير بيه من؟ بيد الهيئة العامة. الهيئة العامة سمير ما جاي على مصلحة. سمير احنا كابتننا ولاعب. أرجوك أرجوك هذا الموضوع أنا ما أسمع من أحد، أنا عندي طرق الخاصة وعندي مصادر وكل شيء. احنا مدني ما نريد، مدني ما نريد. مو لا بكيفك ولا بكيفك، اكو ضوابط تحكم العمل. احنا نشتغل بما في مصلحة النادي. مصلحة النادي سمير مصلحة ما في النادي ما علي زيدان اللي ما خادم النادي ما في. انا حاجيك صوت جمهور، انا ما حاجيك يعني كشخصي، انا حاجيك محامينا رسالة جمهور. جمهور على عين وراس، جمهور من تشوف النتائج مالتنا، شوف عملنا مو العام نتائجنا مو زين، اربع مدربين مبدلين. يعني العام راح يزيد السنة. السنة هسه احنا بدايتها مشاكل ثلاث ايات مؤقتة. بدايتها اكو ترسبات، تعالج الترسبات وتخطط صح. مو احنا الترسبات هم ذول اللي ذكرناهم هم اللي مسويينهم. ليش تدخلنا؟ جاي يساعدنا وجاي داعم لنا الرجل. لا احنا ليش جاي متأملين بيك الخير؟ ان شاء الله متأملين بيك الخير. ان شاء الله يعني ابو الرعية يحجون علي يريد يطلعون النادي من يمه وهم يقودون يسوون مثل مثلا ما اريد اذكر اندية، اريد نقول مثلا راحت بالهبوط وما اريد نجيبها بالطاري حتى باقي الاندية والجماهير تسجل علينا، ما نذكر اسم، اكو اندية لزمتها المدنيين طلعت اللاعبين، هذا اللي يقول ما موكليني، هذا اللي يقول وكلوني فلافل، احنا ما ردنا نوصل هالمرحله. احنا احنا هذا هذا وزاره الدفاع نادي الجويه. تفضل السفينه تكثر من عليها حاجه تغرق. عادي الجمهور متفرج يراقب ويسلم واجبه. نعم لو اخطا وزاره صلحها. اي نعم والوزاره همها النادي يصل منصات تتويج. اي نعم هو هذا اللي وجودنا لهنا لغاية شنو؟ بدنا نتونس ولا بدنا نقوم عمل؟ لا نقوم عمل خلاص اكيد صندوق احنا موجود بس سيدي العزيز مطمئنين اكو شغله. انا ويا سياده الفرق بس اقول لك شغله، اللي جايين اللي يطبون بالنادي سابقا لزموا النادي ما نجحوا وراح يشوفونا هم نلزم الباب لو نروح نتظاهر لو نروح نطلع. الله اسمع حجي بيضاء يقول لك اي نعم خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف من يومكم الخير ان شاء الله حبيبي سيد جيده ان شاء الله.